بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم في شرح متشابهات الصفحة الثانية من القرآن الكريم، وهي بداية سورة البقرة، حيث بدأت البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وردت ألف لام ميم بداية سورة في 6 سور، في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ونضبطها بالقول افتتحت بها البقرة وآل عمران ولا تنسى العنكبوت الروم، ووصانا لقمان وسجدة للرحمن يا حامل القرآن. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها، الكتاب لا ريب فيه، الكتاب لا ريب فيه. وردت في البقرة والسجدة ويونس، نضبطها بالقول سجدة بقرة يونس. في البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي يونس وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، وفي السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه، إلا أنه في البقرة أتت بالضم الكتاب، وفي يونس وفي السجدة كسرت الكتاب. ثم بعد ذلك، ومما رزقناهم ينفقون، وردت في سورة البقرة الحج، الأنفال، القصص، السجدة، الشورى، في 6 سور، ونضبطها بالقول أسجد في الحج وشاور في الأنفال قصة البقرة. قصة أي القصص، وشاور أي سورة الشورى، أسجد أي سورة السجدة. وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون وحيدة بهذه الصيغة في بداية البقرة، وهم بالآخرة هم يوقنون بزيادة هم وردت في سورة النمل ولقمان. في سورة النمل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وفي سورة لقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. في البقرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وردت هذه الآية بهذه الصيغة في سورتين، في بداية سورة البقرة وبداية سورة لقمان، ونضبطها بقرة لقمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.